يعني تبقى التحذيرات على مستوى الأقوال فقط. أشرت إلى الضغط الأمريكي على إسرائيل في حال أرادت واشنطن أن تبرز تغير في الموقف تجاه هذه العملية العسكرية. ما هي الأوراق ربما التي يمكن أن تضغط بها واشنطن على حكومة نتنياهو؟ يمكن ببساطة أن تسمح بمرور قرار في مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة وإنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني وإدخال الإغاثة إليه، وهذا بحد ذاته حتى ولو لم تستجب الحكومة الإسرائيلية له، لكنها ستجد نفسها أمام ضغط دولي كبير خاصة بوجود قرار في مجلس الأمن. يمكن أن توقف الإدارة الأمريكية إرسال السلاح وتعلن وقف إرسال السلاح والذخائر إلى الكيان الصهيوني. يمكن أن تمارس عقوبات اقتصادية كما حصل مع دولة جنوب أفريقيا أيام العنصرية، زمن العنصرية. تستطيع الإدارة الأمريكية أن تمارس ضغطا حقيقيا ومباشرا يفضي بشكل مباشر إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة لو أرادت ذلك. على الميدان الآن.